أين كنت يا زيدو؟ كنت أطلع على بعض المعلومات الخاصة بليلة القدر. ليلة القدر؟ وما ليلة القدر؟ ليلة القدر من الليالي التي لها فضل عظيم، فهي الليلة التي أنزل فيها القرآن، والعبادة فيها خير من عبادة ألف شهر. وقد أخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن تلك الليلة تقع في العشر الأواخر من رمضان، وخاصة في الليالي الفردية منها كليلة الحادي والعشرين والسابع والعشرين. أها، تذكرت، لقد قرأت من قبل أن الشمس تشرق صبيحة تلك الليلة بيضاء لا شعاع لها، وذلك يعد من علاماتها الدالة عليها. أجل، نسأل الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر. إلى اللقاء يا أصدقائي.